الاسم الكري مش خليفة يوسف ولا سلطة خليفة يوسف خليفة سجاد ما يتكلم صراحة مش بس كان لي جبهة بلز يترابلس يترابلس من يتسجل سبب بالضبط باين يتصاب اصلا يعني 23 ولا 19 جمهور مسك السياسة طبعا السياسة السياسة يعني جرق الزات يساعد صار يحرق من قاعدة دا ساعد من الشباب دي اللي كان يبوشين دي يبوشين تستشهدين سنة إن شاء الله ربي يطمحهم إن شاء الله ربي يطمحهم سنك ما يصار حكاية عن قصنك اللي صار السعودي والله ينش نتحملش اللي تدور مصراطة بوزير المسكتلات بعتالي تقدم لبريدو المدخل من ديس البحر شارع اللي غلب النهايات قبل غلب الكاميات وكرا قبل من دا تصار مواجهة الرماية البداية يعني سنيتهم كانوا موجودين دي غلب نفسه دا تتقدم شوي بشوية كل مرة نسحة فماتو أصير موت يعني الباب يقابل أنا باب نفسه المدخل صار من واجهة المواجهة فأمشي ديدي تمجبوك تقدم الإنسان ثم الرسم أعتقد صار رفنا الرماية يعني صار طرف الرماية قوة في سنة طبعا كانوا كل اللي تحارب الديس تحارب القيادة كلها مرتزقة بالنوم الرماية تسمي الأسلحة يعني اللي يستعمل اللي تصابانا مش 23 شنطة اللي يسمي يمدوك لهم ستشن شمال رقم الشهداء شامل بعد هذه خلاص وقت تصرف على الرماية تكتفن يعني تطور النيو تكتفن الرماية تنسحب أول شيء الزفر يكمون تطور الصفر مش على يعني بس سنين خلاص مش يسوي صفر ولكن مش طالع وتنتهي تنسي أنا كان يبي أنا يعني تقديمتي نفسها كمون تنسي تحمل بابون كمون تنسي سنين تكمون ينجاجين ببعض تكمون ينبابون تحمل كمون سنين يعني تتدرب جهة الإنسان كم كان العدد من التور جماعة اللي هو صدر أرض وشو اسمه صلاة يعني كم مسألة العدد من والله ليس كل التور رخام التور نسوت صلاة التور مترابس التور قدر ألف وسط كلها كل تحميل البعض كل تحميل البعض مرات نفسية كل بشر الليبي ما هل اللي كانوا ليدس هل ليبيين نغا اللي يقناون اللي نواجه اللي شبحة والمشبح نتش يعني كله يقناون يعني مش ليش ليبيين؟ نسيت في كل شيء مشبح يعني وموتش شيء وطرش من الطفل يعني لكن اللي شبحة سطر منه يعني هل متنسيس منيت من نغو متنسيس من وقت اللي نشب متقدمين في بداية نغمد يعني كانوا موجودين دل صار غرفة الرماية تسحب الليب على نسحب كموني الباب يعني موني الباب لكن تسد الباب العزيزية دي سامة الصورة مسخنين دي ستين قاسة من قاش نفسها دي مباني يعني بس مباني وكورة قاش قصة فرنسيسة بس لما حجرة الحراسة فيها بس على ساعة كل مرة هذا المرة في كسام كان لكن الحمد لله ربي يعني صرانا نسيطر في السنة إن شاء الله إن شاء الله ميت غزة تمز دين معمر القدافي اللي تمزه لا أما القدافي شو مو باب العزيز بس أضبط فعلا بتور بتدخل جديد لكن إن شاء الله شدينا سبت الحاكم والحاكم العادية كل اللي بيخلي حقا للسيس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله